الشبهة الرابعة الدار يجوز بها الصوفية الشرك بالله ودعاء غير الله عز وجل. وأنا نبه الإخوة الدعاة والشباب وطلاب العلم إنه يحفظوا هذه الردود في هذه الشبهات تحديدا، لأنه ده أهم باب، باب الدعاء. ابن القيم قال الدعاء أعظم عبادة. فشوف الشيطان وخباسته عليه لعنة الله ضلل الصوفية والشيعة الرافضة في باب الدعاء وركب لهم الشبهات دي كلها، ده كله عشان يخلوا الله ويشركوا به يمشي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. يبقى حفظك للأجوبة الردود دي على هذه الشبهات انت كداعي وكطالب علم ده أهم شيء انت تتعلم، لأنه ده اللي بيضللوا به الناس يا جماعة. وحنجي للآيات والأحاديث الصريحة الواضحة إنه ما بيجوز دعاء غير الله، وكافر ومشرك من دعا غير الله سبحانه وتعالى. طيب الشبهة الرابعة، روى الطبراني وابن السني من طريق معروف بن حسان السمرقندي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي بريدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله أحبسوا علي، يا عباد الله أحبسوا علي، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. أيضا الحديث ده ضعيف ما صحيح لعلتين. العلة الأولى قال العلماء معروف بن حسان السمرقندي الراوي في هذا الحديث قال عنه ابن أبي حاتم عن أبيه إنه مجهول، وقال ابن عدي صاحب الكامل عن معروف بن حسان السمرقندي منكر الحديث. وبهذه العلة أعله الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الجزء 10 الصفحة 132، فقال بعد أن عزاه لأبي يعلى والطبراني قال: وفيه معروف بن حسان السمرقندي وهو ضعيف. والعلة دي كافية لتضعيف الحديث ده، لكن علة أخرى الانقطاع، الإسناد الحديث فيه انقطاع. وبالانقطاع أعله الحافظ ابن حجر العسقلاني، أعل الحديث ده إنه ضعيف، فقال: حديث غريب أخرجه ابن السني والطبراني، وفي السند انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود، نقله ابن علان في شرح الأذكار. لكن وأيضا قال الحافظ السخاوي في الابتهاج بأذكار المسافر والحاج الصفحة 39 عن هذا الحديث: سنده ضعيف. السخاوي قال الحديث ده ضعيف، ده ما قال كلام وهابية زي ما هم بيقول ولا غيره، السخاوي قال لك الحديث شنو ضعيف. لكن في شبهة تبقى في الحديث ده، النووي بعد ما روى الحديث ده عليه رحمة الله قال إنه جربه، ضل في صحراء وقال جرب الحديث ده ونفع، لكن رد العلماء على هذا، لأنه نحن النووي عالم جليل، لكن كل عالم، كل أحد دون الرسول عليه الصلاة والسلام ما بقى عالم علامة إمام يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر النبي صلى الله عليه وسلم. ودي قاعدة وضع الإمام مالك وضعها العلماء. فالنووي قال ثبت بالتجربة، لكن العلماء رد على النووي كما قال الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين صفحة 140، قال: السنة لا تثبت بالتجربة. لأنه لو فتحنا الباب ده بتاع التجارب معناته الناس حتخترع في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا. كل دول حجب له عبادة جديدة من راسه، يقول له مالك، يقول له جربتها لقيتها حلوة أو لقيتها لذيذة فهي من الدين. فالسنة لا تثبت بالتجربة. والنووي عالم كغيره من العلماء يخطئ وشنو ويصيب. طيب وشوفنا العلماء بيّنوا لنا إنه ما كانوا بيشتغلوا بالتجارب، بل كانوا بيشتغلوا بالإسناد وتصحيح الإسناد. إذا صح إسناد الأثر أو الحديث بيأخذوا به، إذا ما صح أو ما عرفوا إسناده بيتركوا. شوف العلم ده كيف، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. شوف الهروي روى في ذم الكلام:
أن عبد الله ابن المبارك رحمه الله ظل في بعض أسفاره الطريق، مسافر قام راح ظل عبد الله ابن المبارك رحمه الله، وكان قد بلغه أن من ظل في مفازة فنادى، يعني بلغه الحديث ده الضعيف ده، إنه زول لو ظل في مفازة فنادى عباد الله أعينوني أعين، فبلغوا الكلام ده إنه لو راح في صحراء في أثر، قال لو راح في صحراء، هو راح الآن رايح، فتذكر هذا الأثر وهذا الحديث، إنه لو راح الإنسان وقال يا عباد الله أعينوني بيهتدي للطريق وبرجع لأهله سالم. وزول في الصحراء يا جماعة لو ظل مويته بتكمل، وأكله صحراء جرداء ما كان في طيارات ولا قطار ولا سيارات، هم أحوج ما يكونون إلى مثل هذه الآثار والأحاديث إذا كانوا صحيحة. فشوف عبد الله بن المبارك ظل وتذكر هذا الأثر، قال ابن المبارك فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده، قال قلت جيبوا الكتاب الجزء، جيبوا الكتاب نشوف إسناد الحديث ده، لو صحيح نعمل به ولو ما صحيح نخليه. وهو رايح ضال في الطريق ممكن يموت، لكن برضو قال نشوف الإسناد أول شيء. قال الهروي فلم يستجز أن يدعو بدعاء لا يرى إسناده، لما ما لقى له إسناد أبى يدعو به وهو بالصحراء وممكن يموت، أبى يدعو به. هكذا فليكن الاتباع، وهكذا فلتكن السنة. والحديث ذات عنده طريق تاني صوفي ذاته ما عارفين، لكن إذا جابوك شبهة درد عنده طريق تاني، لكن إسناده معضل برضو ضعيف. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن إسحاق عن أبان ابن صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. فهذا حديث إسناده معضل، سقط من إسناده ثلاثة رواة فأكثر. وأيضا فيه ابن إسحاق، وهو محمد ابن إسحاق ابن يسار، وهو مدلس كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب، وكذلك الذهبي في ميزان الاعتدال مدلس، وقد عنعن الحديث. والمدلس إذا عنعنه فروايته ضعيفة لا تقبل.